يذكر الله حتى تطلع الشمس الفجر في جماعه، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجه وعمره تامه. رواه الترمذي. هل هذه الصلاه هي نفسها صلاه الضحى ام هي صلاه خاصه؟ الظاهر والله اعلم انه لا يوجد لدينا نص صريح موضوع انها صلاه الضحى، لانه لم يرد في كل الاحاديث ان هناك صلاتين بعد طلوع الشمس هي هذه ثم هي صلاه الضحى، وانما هذا الحديث يبدو انه يلتقي مع الحديث الاخر الذي رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاه الاوابين حين ترمض الحصان. صلاه الاوابين حين ترمض الحصان، اي وقت صلاه الاوابين حينما تجد الحصان، والحصان جمع فصيل، والفصيل ولد الناقه، حيث يكون قطه ليس كخف ابيه وامه، يكون خفه غضا طريا، فاذا ما خرج الى الحصباء او الى الرمل وقد ضربته الشمس بحرها فهو يقفز وينشد الظل هربا من الحر، فاذا وجد الفصيل حر الرمضاء هذا هو الوقت الافضل لصلاه الاوابين. فنحن اذا فكرنا في هذا وتأملنا الحديث السابق حينما يجلس الرجل بعد صلاة الفجر يذكر الله ثم يصبر حتى ترتفع الشمس حسناء، ساعتئذ يكون بدأ في الأرض الرمضاء يشتد الحر فيها، فلا يمكث عليها الفصيل بل يأوي إلى الظل. فهذه الصلاة فيما يبدو لنا والله أعلم هي صلاة الضحى التي قال في وقت عليه السلام صلاة الأوابين حين ترمض الحصان.